سبتة وميليليا، إسبانية أم مغربية؟ تبدأ قصة سقوط المدينتين مع ضعف إمارة بني الأحمر في غرناطة في القرن الخامس عشر الميلادي، ليحتل البرتغاليون سبتة عام 1415، ثم سقطت ميليليا على يد الإسبان عام 1497، وظلت سبتة تحت الاحتلال البرتغالي حتى عام 1580 عندما قامت إسبانيا بضم مملكة البرتغال. تقع مدينة سبتة على الساحل المغربي عند مدخل البحر المتوسط على مضيق جبل طارق، وتبلغ مساحتها 20 كيلو مترا مربعا، وتعدادها قرابة 77,000 نسمة. ثم أصبحت المدينة إسبانية عندما تولى الملك الإسباني فيليب الثاني العرش عام 1580. وبعد اعتراف إسبانيا باستقلال البرتغال، تنازلت الأخيرة بمقتضى معاهدة لشبونة عام 1668 عن سبتة لإسبانيا. وبعد استقلال المغرب عن إسبانيا وفرنسا عام 1956، احتفظت إسبانيا بسبتة التي أصبحت إقليماً يتمتع بالحكم الذاتي منذ عام 1995. ميليليا تقع شرقي المغرب قرب الحدود الجزائرية قبالة الساحل الجنوبي لإسبانيا، وتزيد مساحتها عن 12 كيلو مترا مربعا، وتعدادها حاليا 70,000 نسمة. كانت في الأصل قلعة بنيت على تلة مرتفعة وتبعد 500 كيلو متر عن السواحل الإسبانية، ولذلك فهي أكثر تأثرا بالثقافة المغربية، وعدد المغاربة الذين يعيشون فيها أكثر من أولئك الذين يعيشون في سبتة. وظلت ميليليا جزءا من إقليم ملقى الإسباني حتى الرابع عشر من مارس عام 1995 عندما أصبحت إقليماً يتمتع بالحكم الذاتي. واستمرت محاولة المغاربة لاستعادة المدينتين في القرن الثامن عشر لكن دون جدوى. وفي القرن العشرين ذكرت بعض المصادر التاريخية أن الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي قائد ثورة الريف كان في وضع عسكري يسمح له بدخول مدينة ميليليا، ولكنه لم يفعل ذلك لأسباب غير معروفة. وتطالب الرباط منذ استقلال المغرب عن فرنسا وإسبانيا بمدينتي سبتة وميليلا وبعض الجزر الصغيرة قبالة الساحل الإفريقي مثل الجزر الجعفرية وباديس. ويذكر أن الأمم المتحدة لا تصنف سبتة وميليلا ضمن المناطق المحتلة.